أهلا بيكم من جديد. المسلسلات اللي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان السنة دي كانت مليانة أفكار مختلفة، والخطوط الدرامية المتميزة اللي لقت استحسان المشاهد والجمهور كانت كتير جدا. يا لا هي منا مش فكرة بس أفكار مختلفة، لا عندنا كمان نوع من أنواع التنوع، لأن الشركة السنة دي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدرت اللي هي يكون عندها نوع من أنواع التنوع الدرامي والإنتاج المتميز للمسلسلات الدرامية المتنوعة، ما بين مسلسلات اجتماعية، مسلسلات كوميدية وأيضا كمان وطنية. قراءة وافية عن هذه الأفكار الدرامية في مسلسلات رمضان السنة دي من خلال الدكتورة أماني رضا، الأستاذ المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة اللي منورانا في الاستوديو. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. صباح الخير يا أستاذ أماني. أهلا وسهلا بحضرتك منورانا. طيب خلينا كده بداية نتكلم عن وجبة متنوعة السنة دي موجودة في الدراما قدمتها الشركة المتحدة، وإحنا بنتفرج وحاسين إن إحنا كل واحد له ذوق في حاجة لاقي اللي هو بيحبه. بالظبط كده، زي ما حضرتك تفضلتوا، هو فعلا الشركه المتحده السنه دي قدمت طبق متنوع من المنتجات الدراميه المتكامله. صحيح. اللي بترضي كل اذواق المشاهدين. زي ما حضرتك تفضلت في البدايه، احنا عندنا الكوميدي، عندنا الاجتماعي، عندنا المسلسلات الشعبيه اللي بتلقى استحسان الشارع زي ما بنسميه، عندنا المسلسلات الدينيه التاريخيه اللي بطابع عصري زي حاجه زي سر الباتع مثلا، عندنا الحاجات الكوميدي اللي بترضي برضو اذواق المشاهدين. صحيح. للضحك والترفيه، وإلى جانب طبعا بعض المسلسلات الوطنية، ودي طبعا اللي بيبقى ليها زخم ويمكن المشاهدين بيبقوا مستنيينها كل سنة بالفعل. يمكن النهاردة بداية إن شاء الله مسلسل حرب العشر حلقات، فحتى كان هو ترند، أول ترند النهاردة اليوم الأربعاء، الناس مستنية عايزة تشوف المسلسل عن إيه بعد ما استكملت المسلسلات الأخرى. فبالفعل هي الشركة المتحدة يعني هي كل سنة بصراحة معودانا، بس السنة دي كان في زخم وتنوع كبير جدا لاحظناه على مدى رمضان. طيب دكتور، يعني حضرتك ذكرت فكرة الترند. تمام. وكدكتورة في كلية الإعلام تحديدا، أنت مع فكرة الترند وتصدره وبتشوفي إن هو بينم فعلا عن مشاهدة حقيقية من الجمهور، يعني أو يعني السواد الأعظم من الجمهور زي ما بيتقال كده، ولا هو انعكاس لواقع احنا بنعيش فيه وهو واقع السوشيال ميديا؟ هو سلاح ذو حدين يا فندم. هي الفكرة ان هو ما نقدرش نتغافل ونقول ان هو يعني ما يديناش على الأقل مؤشر عن الذوق رايح لفين او الذوق العام رايح لفين. صحيح. وفي نفس الوقت ما نقدرش نقول ان هو المؤشر الوحيد او هو المؤشر الأساسي معانا. طبعا بيبقى فيه زي استبيانات، بيبقى فيه زي سيرفيز او استطلاعات رأي بتتعمل من جهات رسمية وجهات موثوق فيها وفق طبعا آليات معينة يعني معروفة ومحددة علشان تستطلع اكتر عن اتجاهات الجمهور رايحه لفين. لكن خلينا نقول ان ده للاسف الواقع. احنا عشان نعرف ايه اللي بقى ترند بندخل على الترندات اليوميه، بندخل على السوشيال ميديا عشان نشوف ايه اللي جاب اعلى مشاهده، مين الناس بتبحث عن ايه النهارده، عايزه تشوف ايه اللي مهتمه ان هي تتابع احداثه باستمرار. فخلينا نقول ان هو مؤشر ولكنه ليس بالدقه او بالثقه اللي احنا ممكن نتعامل بيها. مين المؤشر ده بقى؟ شايفه اتجاهات الجمهور رايحه لفين؟ في مسلسلات الجمهور رمضان. تمام. الجمهور مهتم جدا بالمسلسلات الشعبية، يمكن جعفر العمدة وضرب نار، ما بين الاثنين بيبقى فيه زي كده طلوع ونزول بينهم بشكل كده متوازي، لان زي ما قلت لحضرتك ان ده اللي بيلفت نظر الناس في الشارع، ده اللي عايزين يشوفوه، يعني بيشوفوا ان هو بيعبر عنهم اكتر، الحاجات الاجتماعيه اللي فيها حبكه وتشويق اكتر بتشدهم، فده اللي بيديهم دايما الاتجاه نحو عايزين نشوف ايه اللي هيحصل جديد. ولا البطوله الجماعيه ووجود السيناريو، هو طبعا مع وجود ابطال متميزين، لكن ما فيش حد بتبصي عليه في المسلسلات اللي حضرتك ذكرتيها من غير ما يكون لازم يكون يا اما له ماستر سين يا اما يكون له جمله موجوده عند الناس علقت، كل واحد بشكل او باخر طالع بطل. صحيح صحيح، بالظبط كده، الكل ابدع في ادواره بصراحه، يعني حتى الادوار الثانويه اللي احنا بنقول عليها او الدور الثاني او كذا، الكل مواهب جديده كمان. مواهب جديده بالظبط كده. احنا بقينا دلوقتي نشوف حتى على السوشيال ميديا الناس معجبه بشخصيه مثلا الاستاذ احمد فهيم مثلا في جعفر العمده. صحيح. وشايفين ان هو قد ايه عمل دوره بشكل متقن جدا جدا وان هو استكشاف. نفس الكلام بالوجوه الصاعده، نفس الكلام بالادوار حتى لو دور صغير بس مؤثر. وهي دي بقى الفكره فعلا اللي بتخدم فكره الدراما. البطل الاوحد ما بقتش هي اللي مسيطره على الموضوع، الموضوع هو اللي بيفرض وجوه. صحيح. الموضوع الحبكه، المعالجه الدراميه ناشيه لفين، انا ايه اللي هيخدم لي الخط الدرامي ده، فابتدي اشتغل عليه، والناس بالفعل ابتدت ان هي تلاحظ ده. ما بقاش. صحيح. عندنا فكره ان احنا بنكتب قصه عشان بطل، لا احنا بنكتب حدوته حلوه
اللي بيخدمها واللي بيخدم عليها من أبطال ومن رؤية وأداء وكذا إحنا بنستعين بيه. ويمكن ده الجديد أو الحالة اللي عملتها الشركة المتحدة تحديدا، فكرة إن زمان كان العمل الدرامي بيحصل إن بنمضي مع الفنان الفلاني ونشوف بقى هيعمل مسلسل إيه، بالظبط نقعد بالزبط. نعمل ورشة عمل ونكتب شوية كوميدي شوية أكشن. صحيح. لأن النهاردة إحنا عندنا سيناريو مكتوب وبنرشح من خلاله الشخص الانسب للدور ده بالزبط. وهو اللي لقى استحسان من الجمهور بالظبط، وهو ده الاتجاه العالمي يا فندم. احنا بيبقى عندنا السيناريو مكتوب اوريدي وبنبتدي نرشح بقى، نعمل الاوديشن بقى او زي ما بنقول الكاستنج، ونبتدي ان احنا نختار مين الادوار المناسبه في كل دور. لكن ان احنا زي ما حضرتك بتقول كان مسبقا الضيف او البطل هو اللي بيتفصل له السيناريو المناسب ليه، وطبعا ده كان بيبقى مفهوم قوي من الجمهور. خلاص الناس دلوقتي ما بقتش عايزه ده، الناس عايزة حاجة تملى دماغها، عايزة حاجة تشوفها فعلا تديها زخم في المشاهدة، تحس ان هي فعلا بتتابع حاجة فعلا مالية دماغها وشايفة ممثلين بيأدوا بشكل جيد جدا وبيرضوا أذواقهم واهتماماتهم. صحيح. أذواق الجمهور بتتغير كل شوية، واعتقد في قياسات الرأي العام بيبقى مهتم جدا الناس تعرف او يعرف الناس بتبقى مهتمة بايه. ما بقاش في حد عنده خلق صحيح. ان هو يقعد يتفرج على مسلسلات بال40 وال50 حلقه ورا بعض. يمكن ده اللي عمل المسلسلات ال10 حلقات وال15 حلقه اللي قدمتهم الشركه المتحده. بالظبط بالظبط، وده توجه بصراحه محمود جدا جدا، وانا يعني احيي عليه القائمين على الشركه المتحده. فكره ان احنا عارفين الناس عايزه ايه والناس بتحب ايه. دلوقتي احنا عصر السرعه، احنا عصر المنصات الرقميه. صحيح. اللي هي افردت او هي اللي افرزت فعلا فكره ال15 وال10 وال12 حلقه. الحدوته بتاعتي تتقال في قد ايه؟ 10 حلقات 11 حلقه؟ انا مش عايز اكتر من كده، مش عايز حشو، مش عايز مد، مش عايز تطويل بلا داعي، لمجرد ان انا عايز امط المسلسل ان هو يبقى 30 حلقه عشان يتقدم في رمضان. ودي خصوصيه طبعا بتنفرد بيها المجتمعات العربيه بحد او بشكل خاص، لكن القائمين فعلا على الانتاج الدرامي لقوا انه ليه؟ يعني صحيح. بدل ما انا اقدم مثلا 10 11 مسلسل يبقى ب30 حلقه وممكن يبقى فيه احداث ملهاش لازمه وحشو على الفاضي، طب ما انا ممكن اعمل اكتر من مسلسل يبقى فيه فكره ال15 حلقه، يبقى من النص الاول من رمضان النص الثاني من رمضان، اقدم تنوع اكبر، اقدم اذواق مختلفه للجمهور، والجمهور هو في الاخر هو الحكم، هو اللي صحيح. بيحكم ايه اللي بيعجبه وايه اللي يكمل فيه وايه اللي يعني يبعد عنه او ما بيكملش مشاهدته. وده كان تحدي كبير خاضته الشركة المتحدة، لأن فكرة الإعلانات والمعلنين وإحنا عاوزين البطل الفلاني. صحيح. خلينا بقى نبعد عن ده ونتكلم في يعني وإحنا قاعدين قدام قامة وقيمة في كلية الإعلام تحديدا، عاوزين نعرف شايفة الصورة إزاي السنة دي، الصورة الإخراج يعني المفردات أو الأدوات الخاصة بإنتاج الأعمال الدرامية تحديدا، شايفاها مختلفة عن السنين اللي قبل كده؟ جدا جدا، في اختلاف وللأحسن وللأفضل. الاهتمام بقى بالصورة كبير جدا، فكرة الإيقاع بتاع العمل بقوا يشتغلوا عليه بشكل كبير جدا، المونتاج إن أنا ما يبقاش الموضوع إيقاع ميت، ما يبقاش الإيقاع واقع بتاع العمل، يبقى مشدود، يبقى طول الوقت أنا من أول حلقة لآخر حلقة قادر إن أنا أشدك. التصوير بقى فيه برضو زوايا حلوة جدا في التصوير، بقينا نشوف طريقة الإضاءة مختلفة، حتى على مستوى الديكور بتاع الأعمال الدرامية بقينا نشوف إن فيه اهتمام بالتفاصيل المختلفة بتاعت مثلا شخصية معينة، بتاعت لوكيشن معين، بتاعت حي مثلا شعبي ما، فبقينا نحس إنه لا التفاصيل بقت اهتمامها زيادة جدا في الاتجاه ده، وده بيعكس إن هي لوحة متكاملة. أنا بشوف العمل كأجزاء متكاملة مع بعضها البعض، كل جزء فيهم بيكمل التاني وفي الآخر بيدينا صورة بترضي المشاهد ويبقى فعلا مهتم إنه يشوف حاجة مختلفة. صحيح. عادنا سنين كده مصطلح الإعلام الموجه تحس إنه مصطلح سيء السمعة، بنخاف نقرب منه ونخاف نتكلم عليه، لكن أعتقد إنه إعادة طرح المصطلح مع أعمال وطنية بتعمل ربط بيننا وبين اللي بيحصل حقيقي واللي بنشوفه فعلا من رجالة وأبطال. صحيح. عاملة شغل محترم، أعتقد ده بيعمل انتماء وولاء عند الأطفال والشباب والكبار كمان. بالزبط. لما بيشوفوا ايه اللي بيتقدم. بالظبط بالظبط، وده نجحت فيه فعلا الشركه المتحده سواء من خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، من خلال الاختيار باجزائه الثلاثه، والسنه دي اهو في الكتيبه 101 وايضا في مسلسل حرب اللي هيبتدي النهارده ان شاء الله. هي كلها بتخدم فكره ان انا ازاي ارفع الوعي الوطني لدى المواطنين. زي ما حضرتك تفضلت يا استاذه منى، فكره ان انا عندي اطفال، عندي مراهقين، عندي شباب يمكن ما كانوش يعرفوا حاجه عن الاحداث دي، يمكن يقروا عنها، شافوا. صحيح. بعض البرامج اتحكى لهم من اولياء الامور او كذا، لكن ما عندهمش هم ايه الباك ستيجز، ايه التفاصيل، ايه الكواليس اللي حصلت، ما فيش تعمق. ف
فلما بيجي عمل درامي يقدم ده بطريقه مشوقه، يقدمه بطريقه ان انا بقدم لك الحقيقه بس برؤيه دراميه او بشكل محبب لدى الجمهور، بربطك بشخصيات معينه عايشه، يعرف عايش فكره بالزبط. ان انا كل يوم مستني الاحداث بالظبط، فكره اشوف يا ترى هتعدي ازاي. صحيح، انا بيبقى فيه نوع من انواع الاثاره، تشويق طول الوقت يا ترى ايه، وفي نفس الوقت بقدم تضحيات الجيش، بقدم تضحيات رجال الشرطه، ان هو ازاي بالفعل بيخدموا الوطن، ازاي بيحاربوا الارهاب والافكار التطرف عاده، وفي نفس الوقت بخدم فكره الوعي المجتمعي او الوعي الوطني بشكل عام. وده دور محمود للدراما ومطلوب في الوقت الحالي. طب دي الاعمال الوطنيه، لكن قعدنا برضو سنين كتيره نفتقد لعمل ديني، عمل بيمثل قدوه دينيه يلتف حوليها او من حولها يعني كتير من الشعب. حقيقي. شفتي ازاي فكره مسلسل رساله الامام، وتابعتي المسلسل ولا لا، او كحاله تقييمك ليها ايه؟ أنا عجبني المسلسل كحالة زي ما حضرتك بتقول، هي فكرة الرؤية العصرية، إن أنا إزاي ممكن أقدم لك نموذج ديني، أقدم لك نموذج يعني قدوة للشباب، أو إن هو دي أفكار خدمت كتير من الشباب وخدمت صحيح. العصر ده وقتها، بس برؤية إن أنت إزاي بشكل محبب للشباب، إزاي إن أنا أقدمه لك بشكل حتى الأقوال المأثورة اللي كان بيقولها في رسالة الإمام خالد النبوي على لسان الإمام الشافعي ابتدت الناس تتناولها، ابتدت الرواد بالظبط كده يعني يبتدوا يشاركوها فيما بينهم وبينهم البعض. فأنا شايفة إن أيضا ده اتجاه محبب جدا، إزاي إن إحنا نقدر نكتب حاجة من السير الذاتية لبعض الشخصيات الدينية أو بعض العلماء أو غيره بطريقة مختلفة، وأيضا صحيح. بطريقة درامية تشوق الجمهور ان هو ممكن عايز يعرف اكتر عن العالم ده او عن الشخصيه دي، يبتدي بقى يتعمق هو بقراءاته بالسيرش الذاتي بتاعه، بشكل ان انا بقدم نماذج زي دي احنا بالفعل نفتقدها، ونشوف ايه اللي ممكن يتماشى مع عصرنا الحالي من اللي بيقدمه لنا هذه الشخصيات. دايما بنقول وسائل الاعلام مش بتاثر على بعض، غير يعني علاقتهم بتبقى تاثير وتاثر، مفيش حاجه بتلغي حاجه، كل حاجه بترجع تقدم نفسها من جديد. قعدنا كتير قوي نقول خلاص بقى محدش هيتفرج على التلفزيون، اعتقد لا، رجعت بقوه متابعه الاعمال الدراميه على المنصات للي مش بيبقى قادر يتابع الفتره الطويله اللي موجوده على التلفزيون. بالظبط كده، هي زي ما حضرتك قلتي يا استاذه، ان هي برضه سلاح ذو حدين، وتواجد المنصات الرقميه لم يلغي وجود التلفزيون، بل على العكس هم ادركوا التلفزيون والمنصات ان هم لازم يتكاملوا، مش بيتنافسوا، هم بيتكاملوا. فكره ان انت كمنصه رقميه انت بشكل او باخر بتبقى زي منفذ عرض لما يقدم من خلال التلفزيون. صحيح. وانا كتلفزيون هبتدي ان انا اخد من خصائص هذه المنصات الرقميه، زي ما حضراتكم تفضلتوا فكره ال 15 حلقه، ده اتجاه هي اوجدته او المنصات الرقميه. بالظبط، المنصات صحيح. الرقميه هي اللي استحدثته، بس انا كتلفزيون ما بقتش بعيد عنه، بالعكس انا لقيت ايه اللي هل الجمهور مفيد. بيحب ده تمام، ده مفيد، انا كمان اتجهت اليه. المنصات الرقميه بتهتم بجوده العمل الدرامي المقدم، انا كمان ابتديت كتلفزيون اركز جدا ان انا عايز عمل فني بمواصفات معينه على مستوى التصوير، الاخراج، المونتاج الى اخره، وبالتالي انا حابب ايضا ان انا اقدم ده عشان الناس تفضل متابعيني. فبقوا هما الاثنين بيتكاملوا مع بعضهم البعض. فكره عندي نافذه اخرى كمان استطيع بالزبط. من خلالها ان انا اعرض المنتج بتاعي ما بعد رمضان. بالظبط، فكره في تكامل ما بينهم وما بين بعض زي ما حضرتك ذكرتي يعني. صحيح بالظبط، ما فيش اي تنافس، بالعكس هو كل وسيله بتشوف ايه الوسيله الاحدث، ايه المميزات اللي فيها، تبتدي تاخد منها، تطور من نفسها، تشتغل على نفسها عشان تقدم للمشاهد في الاخر. هو احنا في الاخر يهمنا كعكه المشاهدين، ازاي نقدر ان احنا نستاثر على اهتمامهم ونقدم لهم المنتج اللي هما بيحبوه في الشكل وفي الطريقه اللي هم بيرغبوا فيها. ما نقدرش نعمم ونقول الجمهور عايز كده وكده، ده يتحط في كاتيجوري معينه او في يعني مكانه معينه. حقيقي. لما بنعمل قياسات راي العام بنحسبها على ايه بقى؟ على السن، على النوع، على ايه؟ لان في ناس بتحب كوميدي، في ناس بتحب تاريخي، في ناس بتحب وطني، في ناس بتحب الاثنين مثلا، نوعين او ثلاثه في نفس الوقت. بالظبط كده، هو زي ما حضرتك بتقولي يا استاذه منى، هي فكره القياسات احنا هي ليها اكتر من بعد وليها اكتر من طريقه او وسيله. فاحنا بنهتم ان احنا لو بنعمل ده على شكل علمي يعني محكم بشكل دقيق، نبتدي ان احنا نشوف كاتيجوري معين، هل احنا مثلا هنهتم بالشباب بيحب ايه، هل بنهتم بفئة المراهقين، هل فئة الأطفال، هل احنا عايزينها المجتمع بشكل عام. ففي نفس الوقت او في الوقت ده احنا بنحتاج ان يبقى فيه زي جهد مؤسسي اكتر، يبقى زي سيرفي كده بتقوم بيه مؤسسة كبيرة تقدر ان هي تحصر لنا الشعب المصري محتاجة. لو حابين بالظبط كده، وتقسمهم لكاتيجوريز معينة وفقا لعينة معينة او حصص معينة نقدر من خلالها نستشف هل بالفعل القطاع بتاع الشباب لا هو رايح للكوميدي اكتر ولا رايح للوطني اكتر ولا الاجتماعي. طيب القطاع بتاع الريف مثلا هل بيهتم بحاجه غير اللي بيهتموا بيها قطاع المدن او الحضر مثلا.
فنبتدي نقسمها بالشكل ده علشان نبتدي نحصل ونبتدي نجدد فكرتنا يعني بالزبط. عن الستيريوتايبنج او عن فكره الصور النمطيه بتاعه ان الريف الناس فيها لها شكل معين وطريقه معينه، ان الاطفال بيبقى كلهم بيتابعوا اشكال معينه، نبتدي نشوف هم ايه بيحبوه والشكل اتطور ازاي ونقدم له حاجه شبهه عشان ما يبقاش حاسس انه غريب في وسط اللي بيتفرج عليه. بالظبط بالظبط كده، وده هدف قياس الراي العام بشكل او باخر. انا في الاخر بعرف احتياجات الجمهور ايه، ببتدي امشي عليها، هم عايزين ايه ببتدي اروح للشكل اللي هم بيحببوه. زي ما حضرتك بتقولي في حاجات كتير بقت نمطيه وبقت بالنسبه لنا خلاص بقى ما بقاش في فكره ان الارياف بيتعاملوا بالمنظر الفلاني، بيلبسوا بالمنظر الفلاني. لا، ابتدينا نجدد، ابتدينا نشوف ايضا برؤيه عصريه او مختلفه الناس دي بتعيش ازاي وبنقدمهم بطريقتهم. بقى متمدنين اكتر من المدن نفسها. دي حقيقه، دي حقيقه، خلاص ما بقاش متوفر لهم خدمات. لكن فكره المدنيه وغير المدنيه، كل مجتمع محافظ على شكله، ولكن انه يبقى عنده الخدمات بحيث ان احنا ما نبقاش محتاجين نتحرك من مكاننا، دي افضل حاجه. دي حقيقة. يمكن اللي شايفينها، ويمكن ده ظاهر في المسلسلات ولا لسه محتاج يبرز اكتر؟ محتاجين نبرز عليه اكتر، محتاجين فعلا نسلط الضوء عليه اكتر بشكل ان احنا نقدم فعلا زي ما حضرتك بتقولي الواقع هناك بقى عامل ازاي. بالفعل ان هم بقى في تطور كتير جدا في بعض المناطق دي، وبقى بالفعل ليها الخدمات الذاتيه الخاصه بيها، ما بتحتاجش ان هي بقت الصوره دايما لا ننزل القاهره. دكتور ننزل انا شخصيا بتمنى ان انا الموسم الجاي اشوف مثلا الاعمال الوطنيه الدراميه بترصد بقى التنميه الحقيقيه اللي حصلت في سيناء بعد التضحيات اللي احنا شفناها على مدار كام عام من او كذا موسم. لكن خلينا نتكلم دلوقتي على ان يمكن الشركه المتحده سلكت الطريق الاصعب، وهو فكره ارضاء كافه الشرائح العمريه وكل الاذواق، وشفنا عدد متنوع جدا من الاعمال الدراميه تحديدا وبكل فئاتها المختلفه تحديدا. لو هنتكلم على التاريخ، فالتاريخ كان حاضر في مسلسل سر الباتح. وفكرة الإسقاطات من خلال حقب زمنية متنوعة، هيك شفتي ده ازاي وتابعتي المسلسل ده ازاي؟ وفكرة كمان الصورة والإضاءة، لأن ده دايما بيهمني لما باجي اتكلم مع استاذ في كليه الاعلام. يعني هو المسلسل طبعا قدم التاريخ برؤيه عصريه، هو عايز يتكلم عن حقبه معينه في تاريخ مصر بس بالجمع ما بين زمنين متوازيين، فهو بيبتدي ان هو يقدم الحاضر ويعكس الاسقاطات على الماضي زي ما حضرتك بتقول، او يجمع بينهما. انا شايفه ان ده توجه ايضا ممكن يبقى مناسب للشباب، فكره ان انا ازاي اربطه الحاضر بالماضي بتاعه، بقدم له التاريخ برؤيه معينه، خليه ان هو حتى لو في احداث معينه هو ما شافهاش بشكل ما، ببتدي ارجع اجدد له تاني الرؤيه بتاعتها او التقديمه بتاعتها، فبالتالي ان انا بقدر ايضا اجذب الانتباه في الاتجاه ده. فده ايضا اتجاه مطلوب، فكره ان انا كل القوالب اللي احنا بنقول عليها، اذا كان تاريخي اذا كان ديني اذا كان سير ذاتيه، ازاي ان انا ارجع اقدمها بالشكل اللي يبقى جذاب للشباب، جذاب للجمهور الحالي بتاعي، وفي نفس الوقت ما يملوش من فكره ان انا بتفرج على مسلسل تاريخي، لا دي حاجات قديمه بقى وعفى عليها الزمان. لا بالعكس، انا بشوفها ايضا زي ما حضرتك تفضلت في الديكور، في الاضاءه، في الملابس، براعي كل هذه العناصر عشان في الاخر اقدم لك صوره متكامله تقنعك انت وانت بتتفرج على العمل ده ان انت بالفعل مش بتتفرج على حاجه خيال علمي او حاجه من زمن فات يعني. فطبعا ده اتجاه مطلوب جدا، ويا ريت فعلا نكتر منه الفتره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله في اللي جاي. نورتينا وشرفتينا دكتوره اماني رضا، الاستاذ المساعد بكليه الاعلام جامعه القاهره. اهلا وسهلا بيكي، ميرسي لرؤيتك اللي وضحتيها. شكرا يا فندم، كل سنه وحضراتكم طيبين. حضرتك طيبه يا دكتور. شكرا.